جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد يسأل ويقول: لقد ورد في سنن أبي داود حديث مروي عن أم ورقة بنت نوفل أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. سؤالي: ما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل تصح إمامة المرأة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث قوي وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عند أهل العلم، ويجوز للمرأة أن تؤم النساء، يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف في صفهن، أما الرجال فلا يجوز للمرأة أن تؤمهم. نعم.